خلينا نتكلم أكتر عن المشروع وكمان عن تفاصيله، عن مجموعات التقوية للطلاب. هو حضرتك أولا دي كانت مبادرة بتكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الشباب والرياضة تتولى هي وزارة التربية والتعليم تنفيذ مراكز تعليمية، عوضا على السناتر التعليمية اللي موجودة اللي بتاخد تكاليف باهظة من الطلبة، بالإضافة على موضوع الدروس الخصوصية اللي هي تقريبا بتلتهم يعني مبلغ كبير جدا من داخل الأسرة المصرية. الحقيقة بدأنا هذا المشروع في ثلاث مراكز في القاهرة والجيزة، اللي هو مركز شباب الجزيرة ومركز شباب حلمية الزيتون ومركز شباب إمبابة. تم انتقاء مجموعة من السادة المعلمين على مستوى عالي جدا من الكفاءة، على مستوى عالي جدا من القبول لدى الطلاب، على مستوى علمي محترم، هم مقدمي البرامج التعليمية في التلفزيون، بالإضافة لأن يعني اللي هم المشهورين في أماكن التنفيذ في سواء كان في منطقة حلمية الزيتون أو إمبابة أو الجزيرة. إحنا بننفذ هذا المشروع، المحاضرة ثلاث ساعات، بياخد الطالب فيها الملزمة أو الملخص بتاع الدرس الخصوصي مجانا من وزارة الشباب والرياضة. الطالب بيدفع مبلغ 15 جنيه طبعا مقارنة بما يتم دفعه في المراكز التعليمية الخارجية، فده بيعتبر مبلغ زهيد جدا. ماشي، انا عايزه بس اقف عند النقطه دي، و15 جنيه وحضرتك بتقول ان مده الحصه او مده المحاضره 3 ساعات. معلش خلينا نتكلم كده او ننزل على ارض الواقع، يمكن برضو ممكن نخلي المشاهدين يشاركونا يعني في الحوار بتاعنا، ومن خلال الارقام اللي تظهر قدام حضراتكم على الشاشه او من خلال الاس ام اس 9207. معلش ننزل ارض الواقع كده شويه، و15 جنيه في 3 ساعات هيبقى فيه كام طالب؟ ولما يبقى فيه كم طالب، المدرس حضرتك بتقول هتجيب مدرسين متميزين او مدرسين نعم. المعروفين في المواد دي. معلش انا لما ابقى مدرس جاي الحصه ب 100 جنيه فيها يعني الطالب ب 100 وحصه تانية ال 15 دي هيبقى ماكسيمم بالكتير قوي كام؟ هيبقى فيها ايه 10؟ حضرتك لا لا عشرة؟ لا حضرتك هيبقى احنا الرينج بتاعنا لا يقل تقريبا عن 30 طالب ولا يزيد عن 60 طالب علشان نحقق الاستفاده. 60 طالب في ايه؟ 60 طالب في الكلاس نفسه، يعني المجموعه بتتكون من 60 طالب. 60 طالب. طب هو 15 جنيه دي في المره الواحده، يعني في الحصه الواحده؟ لا ده بقول لحضرتك ده الماكسيمم 60، انما احنا يعني شغالين تقريبا كده. دخلنا في مدرسه حكومه، في فصل حكومي يا فندم. هناك فرق ما بين الفصل الحكومي اللي الطالب فيه بيقعد ساعة أو ساعة إلا ربع. أنا لو أمي مش هتودي ابني طبعا في وسط 60، وحتى لو هتدوني ببلاش ده لا يقعد في البيت يذاكر أحسن. بصي حضرتك هناك مراكز تعليمية المدرس بيبقى قاعد قدامه 100 و150 طالب. هقول لحضرتك على حاجة، بالأمس كان في تجربة رائدة في مركز شباب حلمية الزيتون، ودي كانت مبادرة من الأستاذ محمد أبو ريا أستاذ ومعلم الجغرافيا، إن كان في حصة كاملة مجانية لشرح موضوع الخرائط لطلبة القسم الأدبي، إزاي ترسم الخريطة، إزاي تحدد مواقع الخريطة وبلاد، إزاي تحل الأسئلة الخاصة بالخرائط. الحصة دي كانت مجانا. هقول لحضرتك الحصة دي كانت 3 ساعات، العدد يعني حضرتك هتفاجئي كان 340 طالب. وقدروا ان هم يستوعبوا وقدروا ان هم انا عايز اقول لحضرتك ان انا قعدت ساعه بعد اللقاء، الطلبه والطالبات بيطلبوا مننا ان يتم تكرار هذه الحصه مره تانية لكم الاستفاده. طب احنا عملنا شاشات يا استاذه. يعني بص حضرتك المدرس واقف في داتا شو بيعرض عليه، في شاشات موجوده، ال سي دي موجوده على كل سيكشن، واخد بال حضرتك؟ الطالب متواصل مع المدرس، ولو هو مش شايف على فرض جدلا ففي شاشه قدامه.